عملناش حاجه، انت بتاكل الاكل كله. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكل. احب ارحب بضيوفي الكرام الجمال الشيفات الصغيرين اللي منورين. نقول شيف ولا استاذ؟ لا يا شيف. انت براحتك. شيف أيوة. شيف عمر؟ لا يا حاجه اللي انت عايزه. انت شيف عمر إيه؟ شيف محمود. ماشي، يبقى شيف عمر وشيف محمود. يا اهلا بيكم. اهلا، اخباركم ايه؟ كويسين. انتوا منورين جدا جدا البرنامج النهارده. شكرا. وانا مبسوط جدا. ايه اللي انت حاطه؟ ايه الحوده ده؟ ايه الميداليات دي؟ لا دي ميداليات دي بتاعت البطوله. بتاعت البطوله. بطوله ايه بقى؟ انا شايف قدامي ان انت بتحب الرسم والرياضه والطبخ، يعني ايه بقى؟ وكمان انت بطل عالم، بطل الجمهوريه، وكاس جري. مصر في العاب القوه. بجري. فهمني ايه الحكايه. انا بلعب العاب قوه. تمام تمام. انا كنت دخلت كده 400 متر. 400 متر لفه ما شاء الله. وبعدين ورمح، عارف الرمح الطويل؟ عارف الرمح الطويل يعني. صح أيوة. كده وتتابع. برافو عليك. وكل الميداليات دي كلها انت حصلت عليها في قد ايه وقت؟ كم سنه؟ خمس سنين. اربع. برافو عليك. كم سنه مثلا؟ اربع سنين، ثلاث سنين؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. برافو عليك. وايه حكايتك مع الطبخ؟ تحب المطبخ؟ هتطبخ لي ايه النهارده؟ سمبوسه. سمبوسه يا ولد يا رايق انت. ماشي. والاستاذ عمر، انت مربع ايدك قال يعني عامل فيها. تعال شوف بس. معلش يا عمر. باشا باشا، احنا جايين نحكم النهارده، وعندنا في حلقه فيها تحكيم. ماشي. وعندنا ضيوف هنشوفهم بيطبخوا. انت سايب الدنيا دي كلها بتاكل مع نفسك كده؟ اهو ايه انت ولا حاجه، انت نسيني خالص ولا اي حاجه خالص فاكرها؟ خليك فاكر كده معانا. ماشي. خلص مع عمر واجي لك. ماشي. تكتبش حاجه في الورقه عشان لسه ما حدش عمل حاجه. صح. ماشي. ازيك عمور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ انا داخل بعشرة. داخل بعشرة؟ ما شاء الله عليك. وايه اخبارك؟ طمنا عليك. يعني الاخبار حلوه الحمد لله. بتحب الرسم؟ يعني ايوه. وبتحب الطبخ؟ طبعا. ايه بقى الطبخ؟ ايه تطبخنا ايه النهارده؟ مكرونه. ايوه. بالسباجيتي. ايوه حلوه. اي بيت مصري. ايوه. وبعدين كده شيل ايدك، خليك واقف براحتك خالص. مفيش حد. تربع ايدك ليه؟ انت واقف براحتك خالص. احنا اعتبر يا باشا. استنى عشان عندنا برنامج دلوقتي. وانت كله ما في ايه؟ ماشي. ما تصبر شويه يا عم. ماشي. هو انت كنت بتضحك عليا كل شويه، تروح ماسك القلم يعني بتسقع. خلاص اوكي كمل عمور. يعني ممكن نطبخ لك مكرونه بايه بقى؟ مكرونه بسباجيتي مع الصلصه. يا رايق انت. بابا علمتها لك؟ يعني ايوه. ماما. تحب تاكلها مع ايه بقى انت؟ ممكن اللحمه، ممكن الصلصه مع لحمه مفرومه. الله. وقلبها احط عليها مكرونه. يلا يا باشا اطبخ، جوعتني. انا عايز اكل. خش على الطبخ على طول.